كمان موضوع تاني حكينا عنه الأسبوع الماضي وهو موضوع هدم منزل أمين معلوف، واللي قررنا أنه ما نوقف عن هيدا الموضوع وقررنا أنه نتابعه للآخر لحتى نوصل لحلول، يمكن مش بهيدا البيت بس حلول بموضوع الثقافة وموضوع الأماكن الثقافية يلي المفروض أنه نحافظ عليها. مثل الأولاد الصغار قاعدين عم نركض ورا بعضنا ورا المسؤولين لحتى نحاول نحافظ على ما تبقى من التراث والثقافة اللبنانية. قضية بيت أمين معلوف مثل ما قلت لكم بلشنا فيها الأسبوع الماضي، عن جد حسينا فعلا أنه في نوع من وقاحة، لأنه ما عم بيوقفوا أبدا أنه يضحكوا على الناس. الهيئة يلي صار بالحلقة الماضية من انتحر وجع البعض وحسوا بالسخن، شوفوا شو صار دغري بعد حلقة انتحر الجمعة الماضية. فينا نغير رأينا بأربعة أشهر وبعد البناية هي ذاتها والمعطيات هي ذاتها، ما فينا نمرق قرارات بدون ما نشرح للناس ليش عم نعمل هيك. ما فينا، ومع احترامنا الشديد للوزير جابي ليون، نمضي ورقتين كل وحدة بتقول شيء. حضرتك وزير، حضرتك مسؤول أمام الرأي العام، الوزارة ملك لنا وملك للناس اللي عم يحضر التلفزيون، ملك للشعب اللبناني. الوزير يبقى موظف لدى الشعب اللبناني. مش حلوة لك معالي الوزير. نحن بلدية بيروت ما منعطي رخصة للهدم إلا إذا إجا من وزارة الثقافة أمر أنه هذا المبنى غير ما عنده أي قيمة معمارية. حضرتك كرئيس بلدية بيروت، لأنه دهمنا الوقت، مع الهدم أو ضده؟ وهل حضرتك مع قرار الوزير جابي ليون ولا لا؟ بكل صراحة إيه أو لا؟ أنا حقول لك شغلي، أنا حأجي بكرة عندي اجتماع نهار الخميس، حناخد قرار بمجلس بلدية مدينة بيروت إنه حتى لما بيطلع قرار الهدم من وزارة الثقافة، البلدية حتجي تتطلع بالمبنى وتروح تزوره قبل ما نعطي رخصة الهدم. وعيفتكروا كل الناس اللي اشتركوا بهالجريمة هاي اللي عم يشوفوا ورانا إنه رح يزمتوا، وأنا شخصياً اليوم بعلن رسمياً إنه المهندس جابي ليون هو رجل القرارات الباطلة القائمة على باطل، وأنا مسؤول عن كلامي. هل قضايا أكبر من الأشخاص، أكبر منا ومن الوزير ومن أي شخص؟ما بقي شيء. من الثلاثة بالليل صار على الأرض البيت، من الثلاثة بالليل للخميس الصبح، يعني فعلياً 24 ساعة يلي هو نهار الأربعة كان البيت مدمر بشكل عشوائي وكلياً، لأنه القرار يلي صدر الخميس الصبح بوقف عملية الهدم كانوا يمكن متوقعينه، أو عارفين أنه برنامج انتحر ما بيسكت إلا ما يصير فيه قرارات واضحة، وعارفين أنه رح يصدر هذا القرار. هيدا العمل يلي صار نوع من احتيال على الناس، نوع من احتيال على القانون اللي هبط كل هيدا البيت. هيدي هي الجريمة الحقيقية، أنك تكمل تدمر وتحتال على القانون. برجع بكرر يلي حكيناه بالحلقة الماضية، وزارة الثقافة بتأسف عم تشهد أسوأ مرحلة، عم تشهد أسود مرحلة بتاريخها على عهد الوزير جابي ليون يلي ملتزم الصمت ومازال ملتزم صمت لهلأ. منقله للوزير الليلي يلي قلنا له إياه كمان قبل، الوزارة وزارتنا، وزارة الشعب اللبناني، وأنتم مجرد موظف. كل الوزراء موظفين، مش كل وزير أو نائب بيعتبر حاله أنه هو يحكم الوزارة، مش كل وزير أو نائب منسائله أو مننتقده بيتخبى وراء الأحزاب أو التيارات السياسية اللي بينتمي لها وبيحولها لقضية سياسية. لا، في قضايا بالبلد الوزير هو كشخص مننتقده وهو مسؤول عنا. الناس ما بقى تصدقهم، هودي تسيست ورايحة على الدين، وهيدا متعصب، وهيدا دفشينه هالحزب، وهيدا جيبينه هيداك الحزب. وبالآخر ما بيبقى لكم أنتوا الوزراء إلا التاريخ، ما بيبقى لكم إلا التاريخ يحكي عنكم. تاريخ رح يقول جابي ليون سمح بتدمير بيت أمين معلوف، جابي ليون سمح بتخريب المدرج الروماني، جابي ليون سمح بالمساس بالأثار الفينيقية. هيدا التاريخ اللي رح يحكوا فيه اللبنانيين عنكم، بس إن شاء الله ما يتزور التاريخ الثقافي مثل ما عم بيزوروا التاريخ السياسي بلبنان. إن شاء الله ما يتزور التاريخ الثقافي. بريك ونتابع انتحر.